السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بالمشوار والفونتاج، حنطبقهم معاكم، حنشارك معاكم الطريقه اللي طبقت بها، اللي نظفتها بها وطبقتها على الحطبه هذيك تاع الفونتاج. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الخطوات وتشوفوها. هنا لازم نقيو هذيك الفونتاج، نحولها كامل خيط بهذه الطريقه، طريقة عادية. من تحت نقطع الخيط ونبدأ نتلو فيه حتى نجبدو كامل. أنا هنا يعني بديت نوريكم كيف نتلها. هذه لازم ننقو الفونتا ونقو مشوارة. أنا قبل من نقيها كامل هنشارك معاكم هذه الخلطة تاع الصابون كيفاش نخدمو باش نقتلها. هنا عندي صابون كرفج، ضيفوا له الماء تخون يغلي، حركوا مليح، خلطوا مليح حتى ينتحل كامل هذاك الصابون. هذوك الكريات ما يبقاوش قبيله، ما تغطلوش قبيله بالصابون الطرف، لاخاطش يتراكم في الخيوط تاع الشبيكه ويبقى لاصق تما. تكيذوب احسن. انا هنا نخلي المحلول تاعي ينتفخ مليح ونروح نقيها. هنا نقيتها كامل، نحيت كامل خيوطها، نقيتها كامل هذا الشكل. انتم عاودوا نظفوها من تحت، هذوك الخيوط اللي مازالوا من تحت. هنا راني شاده الكاميرا، ما عنديش كيفاه نشد بجدي نوريكم كيفاه. ما تقدروا تجيبوا اللقاط وتجبدوهم كامل باللقاط، هذوك الخيوط اللي بقى من تحت هذا الشكل. حاولوا تنقوها كامل. هنا يا نروح للخلطه تاعي، انت حلت كامل، لما تحلت لكم تصفوها. هنا انتحلت لي، لازم ينتحل مليح، ما تضيفوش مواد كيميائيه وحده اخرى على جافيل ولا الاوم ولا. حاولوا تنظفوها غير بالصابون تاع الطرف اللي خدمتو بالماء السخون هذا الشكل. خلوها تنفخ مليح واحد الساعه ولا نص ساعه، ومن بعد نشلوها مليح ونديروها ننشروها في الشمس حتى تقطر. بعد ما نشلوها ثلاث قطعات ولا ربعة ندوها للشمس تقطر. خلوها تقطر مليح، ندخلوها مش غير نشفت، تقطر فقط. هنا يعني دخلتها، هي تعاود تطلق المتحة كتولو تهدو فيها. ديرو فوطة، هذيك فوطة اللي درتها، وديرو طرف من فوق بدا تهدو. هنا يعني حددتها، نشفتها مليح، خليها تبرد ونروح نجبد القماش تاعي. هنا عندي لوغاندا، وهذاك الباترون خدمت فيه شبيكه ورقه منهم، من هذاك الباترون درتها من تحت. دوكا انا هنا كيفاش ندير الحطبه تاعي، ننبل كامل هذاك القماش، ننبلو القماش او على دوتش مع الكاغط. نبلو، شوف نبلته من الطرف، هذاك الجهه خليتها مفتوحه باش ندخل يدي. نلقى كيفاش نطبق هكذا، يعني طبقت هذاك الحطبة، دخلتها ما بين قماش وقماش هكذا، كنت متابع كامل الزبيان. جاتني شغل طبقها، حاولوا طبقها متساوية. هنا يعني بديت نبلو القماش فقط، مانيش حنبل كامل، نبل القماش فقط. نحاولوا نخدموها كامل بهذه الطريقة، تنبل فقط، نبلوها ونحكموا غير القماش، ما نحكموش الكاغط. انا حاولت نبلها كامل، طريقه سهله مش واعره بهذا الشكل. شكل حتى نكملها قاعدك ماشي واعرة. هذه الطريقة سهلة، ما يمكن ديروا عليها الكاغط من تحت تشد لكم، ما تعواج لكم، مش تخافوش تكمش ولا جيم تاوية. انا هذه الطريقة انا خدمت بها بلا لتقى بلا حتى حاجة، خيط فقط، تنبال فقط. هنا شوفوا ما شاء الله خرجت روعة. ها شتا، اني حكمة غير القماش مش حكمة كاغط، خرجت ما شاء الله. ها
نبلتها كامل. دوكا رحت للمشوارة هذه فصلتها، حطيتها فوق بعد خوتها المشوارة فصلتها. هنا ندو تفيلاج كامل على القماش هذاك باش ما يتنشفناش، تفيلاج فقط غير على القماش فقط، ديو تفيلاج هكذا. هنايا انا درت خيط ابيض، تحب ديرو خيط تاع الثنارة شفاف ديرو. وهنا حخيطها بشكل دائري على حساب الخدمة، نخدم نبلها على شكل دائري. ها هنا يعني نبلتها كامل. شوفوا منش لا تقفل الكاوط، منش لا تقع الخدمة في الكاوط، لا تقع غير هذاك. حليت هذاك التنبلي كامل فوقه، خرجت ما شاء الله مع مخياطة باينة، درتها على شكل دائري. تبعوا هذه الخطوات تخرج لكم هايلة، ما تتكمش لكم ما والو، ما كي تطوها تنطوي لكم عادي. انا هنا راني وجدتها، نقول لكم خليكم على خير، نديها لمولاتها مبروك عليها، وان شاء الله عاقبة الكامل لبنات المدالو على التلم. ما تنتهوش تفهموا الكارت وتقدموا في التعليقات، فعلوا الجواب.